السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعي الكرام، ها نحن نلتقي مجددا في هذا اللقاء الماتع النافع على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم في هذا اللقاء عن بعض الدروس العملية من حياته. في كل لقاء وفي كل موقف نأخذ شيء من الأمور. مرة مثلا نتكلم عن عبادته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتأله يعبد الله ويطيل في السجود والركوع، وكيف كان يدعو ربه جل وعلا، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأوقات نتكلم عن حاله الاجتماعي، علاقته في البيت ومع الأصحاب والأقرباء والجيران، ونتكلم عن حاله مع كبراء الناس وزعمائهم والملوك، أو حاله مع فقراء الناس وعوامهم والذين لا يملكون شيئا. كل هذا فيه دروس، بل حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة الفقر، حدثت مشكلة الزنا، حدثت مشكلة في البيت النبوي. كل هذا ليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، ليكون أسوة، لأنه لو كانت حياته صلى الله عليه وسلم خالية من كل هذه الأمور، كانت حياة مثالية في منظور الناس أو بالمعيار الدنيوي أو بالمعيار المادي، لقال الناس هذا رسول الله مؤيد من ربه يوحى إليه، لم يرى ما نرى. ولكن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم كل أصناف الناس كما تعاشرهم أنت، فالتقى بالكريم والبخيل والشجاع والجبان والمتهور، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم علية الناس ومن دونهم، ورأى الفقراء ورأى التجار، ورأى محبي المال ومحبي المناصب، ورأى من يزهدون في ذاك، ثم وجه كل إنسان منهم لما يحتاجه ولما ينهض بهمته ولما هو يريده. فأنا وأنت لا غنى لنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان شأنك، كنت قائد، كنت وزيرا، كنت أميرا، كنت صاحب مسؤولية، كان عندك من المهام وعندك من الرعية الكثير، أو كنت في حالك لا تسأل عن أحد من الناس، ربما مع إبلك وغنمك أو في برك ومزرعتك، فأنت أيضا بحاجة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا غنى لأحد عن السيرة. واعلم رعاك الله أن سيرته صلى الله عليه وسلم هي إحدى معجزاته. تتخيل معي أن بعض الناس قرأ السيرة فأسلم؟ سبحان الله، وما العجيب في السيرة وما المعجز فيها؟ أقول لك وما هو الأمر العادي وما هو الأمر الذي لا يستغرب منه في السيرة. ألا ترى حسن صلاته، حسن تعبده؟ ألا ترى كمال عقله ومشاورته؟ ألا ترى حسن تعامله مع أهل بيته؟ قل لي بالله عليك، من الذي يوفق كل هذا التوفيق في حربه وسلمه، وفي غناه وفقره، وفي صحته وفي مرضه، وفي صغره وفي شبابه، وعند كبر عمره؟ من الذي يكون موفقا مسددا بهذه الطريقة؟ فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، كتب فيها أكثر من 1300 كتاب بلغات عجيبة وكثيرة وعديدة، ليس بلغة واحدة، وقس ما شئت. كتب فيه محبة، وكتب فيه بقصد البحث عن أخطاء وأن يجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عفا وأصلح وآثر ولم يرد سائلا. وأقف اليوم وإياكم مع موقف عجيب منه صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على عمر 40، ولعل كثير ممن يسمعني اليوم هو فوق عمر 40، ثم مكث في مكة 13 سنة. وصل عمره صلى الله عليه وسلم إلى عمر 53. في السنة 12 بعد البعثة، قبل الهجرة بسنة، جاءت حادثة الإسراء والمعراج، ولقي موسى عليه السلام. كما تعلمون ذهب إلى السماء الأولى، فلقي آدم عليه السلام، ولقي إدريس، ولقي يوسف عليه السلام، ولقي هارون، ولقي موسى عليه السلام. أنا أذكر لك هذا الموقف مع موسى تحديدا، وأريدك أن تنظر وتنظر في حال نفسك. إحنا قلنا الحين
أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل كعمر 52 سنة وكعمر دعوي 12 سنة. فلما لقي موسى وسلم عليه، وموسى عليه السلام كما تعلمون، وهذه استطراد يسير ونرجع إلى الموضوع، موسى عليه السلام بكى لما رأى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباعه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أليس هذا حسد؟ أقول لك لا، غبطة. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد هو تمني زوال النعمة، الغبطة الرغبة في المشاركة أو المزاحمة أو هذا الخير. تقول لي وما الذي أدراك أنه غبطة أو حسد؟ هل هذا الأمر على تلقائية؟ أقول لك لا، لسببين. الأمر الأول، الأصل حسن الظن بالناس، فحسن الظن بالمسلم مقدم على سوء الظن، حسن الظن بالأنبياء مقدم على سوء الظن. تقول لي يا أخي هذا ظنون، أقول لك تعال معي. ألم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة ثم عاد إلى موسى عليه السلام؟ لو كان حاسداً وحاشاه عليه الصلاة والسلام لما قال له اذهب إلى ربك فإن الناس لا يطيقون، لأن هذا سيزيد عددهم وسيزداد ثباتهم. ولكن دلنا هذا على أنها غبطة، أنه كان حريصاً على دعوتهم وعلى ثباتهم وعلى إيمانهم، فلم يكن ما في نفسه من رغبة مانعاً له من النصيحة. وهذا لي ولك، أنت لما تقول فلان ما شاء الله يجيب 90-99، هل أقدم له نصيحة صادقة؟ هل أنا فعلاً صادق في نصيحتي؟ أم أني لأني أريد التفوق عليه أبخل عليه بالنصيحة، أو ربما أغشه في النصيحة؟ فهذا دليل على الحسد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ تخيل أنا وأنت في وظيفة تقول لي فلان تعال مبكر عشان تجيك ترقية، ترى إذا تتأخر قد تؤخر ترقيتك. هذا دليل على صدق محبتك، هذا دليل على نصحك. بيجيك واحد يقول لك يا أخي لا تقول له الكلام، أنت احرص على التبكير وخله، خل الترقية من صوبك. يقول لك لا يا أخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب أنت ما تبي المنصب، ما تبي المال، يا أخي هذه أرزاق، اللي الله كاتبه لي بيجيني. هكذا المؤمن إذا تضلع بالإيمان، إذا امتلأ هذا الجنان، هذا القلب بالإيمان، علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ولن يكون له من الرزق إلا ما كتب له. هكذا كان موسى عليه السلام، دلنا خلقه وتعامله على أن هذا الذي فيه غبطة. فأنت إذا رأيت خطيب المسجد، إمام المسجد، حافظ كتاب الله، إذا رأيت من يكفل المئات الأيتام أو ربما الألوف، أو رأيت من يعمر ديار الفقراء يبني لهم البيوت والمساجد والمستشفيات، فيأتي في نفسك أنك تتمنى أن يكون عندك من المال ما تفعل مثله، أو عندك من العلم ما تقوم بمثله، فهذا دليل غبطة. إلا أنك تتمنى العثرة لإخوانك، تتمنى الخطأ منهم، تتمنى زوال النعمة عنهم، فهذا حسد مذموم لا يرضاه الله ولا رسوله. وهذا الحسد يحرق السيئات ويحرق القلوب ويبعد العلاقات ويورث النفاق، فانتبه منه رعاك الله. احرص على بقاء الغبطة، أنك تتمنى هذا الخير مع عدم زوال النعمة عنهم، ثم تتمنى الأجر الأخروي، لا تتمنى الظهور ولا البروز الدنيوي، فهذا يدل أيضا على فساد في النية. فانظر رعاك الله إلى هذا الخلق العجيب من الأنبياء. وأنا وإياكم بشر، عندنا من الأخطاء في السلوكيات والتعاملات، ولذلك نحتاج إلى قدوات، ولا أجمل ولا أحسن من الأنبياء، فهم قدوات لنا. وقلنا هذه القصة مع موسى هي استطراد عن الموضوع الرئيسي. موقفي الرئيسي من القصة موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى ليس في جزئية الغبطة، إنما لما قال موسى إني خبرت الناس قبلك. كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ 52. كم عمره الدعوي منذ البعثة إلى الآن؟ 12 سنة. مع ذلك استمع لكلام موسى عليه السلام وذهب إلى رب العزة والجلال. تقول لي وين الشاهد؟ شين الفكرة؟ شين الفكرة اللي تبي توصلها؟ وين الموقف اللي استوقفك؟ أقول لك عمر النبي صلى الله عليه وسلم في 50،
وعمره الدعوي أكثر من 10 سنوات. أهل الإدارة يقولون أنك إذا مارست شيء 10,000 ساعة أو أكثر من 8 سنوات أو 10 سنوات أنت خبير فيه. إذا موسى عليه السلام لما قال إني خبرت الناس، كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أيضا خبير في دعوة الناس. ولكن انظر إلى كمال عقله، انظر يا أخي إلى حسن هديه، ما كابر، أخذ بهذه الخبرة، أخذ بهذه التجربة، أخذ بهذه المشورة، أخذ بهذا العلم وذهب إلى رب العزة والجلال. تقول لي أمر عادي، أقول لك لا والله، كم منا يتكبر عن الاستشارة؟ تقول أنا ما أتكبر، أنا أقول لك أخي أو أختي، كم مرة شاورت؟ النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة بينه وبين مولاه أخذ برأي موسى الخبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث مشكلة في بيته فيرجع إلى الناس يستشير، معركة، غزوة فيها دماء، أيضا أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. سورة في القرآن اسمها الشورى. فنحن أهل الإسلام لا بد أن نستشير، مو بنحن أهل الإسلام، كل إنسان عاقل لا بد أن يستشير. يقولون ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الإنسان العاقل يستشير، أراد أن يشتري سيارة يستشير، حدثت مشكلة في البيت يستشير، يريد أن يعمل شركة أو مشروع تجاري يستشير. إن إقدام الإنسان على كل سلوك أو فعل من دون استشارة لا يدر رعاك الله على كمال عقله، بل يدر ربما على تهوره أو على قلة تقديره للمسؤولية أو عدم احترامه للعلم والتخصص، أو أنه لا يدرك العواقب ولذلك يقدم ويقتحم ولا يعلم ما الذي يقبل عليه. وسنتكلم عن تطبيقات عملية لمسألة الشورى، كيف أستشير ومن أستشير ولماذا أستشير. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. مرحبا بكم متابعي الكرام، أسأل الله بمنه وكرمه، أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم موفقين مسددين في أقوالنا وفي أفعالنا. نتكلم ولا زلنا نتحدث عن موضوع الاستشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار واستفاد من موسى عليه السلام مع أن عمره صلى الله عليه وسلم في 50. فأنا وأنت نحتاج أن نستشير، مهما بلغت في العمر، مهما كان عندك من الخبرة، مهما تظن أن عندك من الدراية والعلم والتضلع، استشر، استشر رعاك الله في كل الأمور في صغيرها وكبيرها. ربما تستشير حتى تعرف مزيد من عيوب الرأي الآخر، أو ربما تستنير بأمر جديد، تشير وتستشير حتى تزداد علماً وتثري غيرك بما عندك من العلم فتبين لهم. فالاستشارة أنت تستفيد منها ابتداء، ثم هي نقل لهذا العلم أو المعرفة أو التجربة لمن هم بعدك، وهذا أمر نبوي. الله جل وعلا في سورة هود قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الأنبياء وابتلاءاتهم وقصصهم وأخبارهم مع أقوامهم، فحينما يحدث له شيء يعلم أنه قد سبق بهذا الابتلاء، وأنه قد عومل من الأنبياء من هم قبله بمثل ما عومل به. فانتبه لهذا الأمر رعاك الله. الاستشارة تدل على كمال العقل، على رجحانه، تدل على تمام التوفيق من الله جل وعلا، أن الله هداك ويسر لك وأوجد لك من تستشيره. الأمر الثاني، انتبه رعاك الله خصوصا في علاقتك مع الله جل وعلا. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تجتهد في الصلوات وفي الزكوات وفي الصيام والحج دون علم. بعضهم يصلي كيفما شاء ومتى ما شاء دون أن يعلم هل هذا واجب، مستحب، هل هذا مكروه، هل هذا محرم، تفوت أيام في رمضان فيطعم أو يصوم دون أن يسأل، أو يخرج الزكاة يراها مبلغ كبير فيبني مسجد مثلاً، أو ربما يزرع أشجار،
أو يوزع بعض من الثمار ولا يعلم الحكم الشرعي، أو بعضهم يدخل في التجارة ويظن أنه بصدقة 10 ريال يومياً قد أدى الذي عليه. انتبه رعاك الله في أمر دينك، استشر، اسأل أهل العلم لعلهم يفيدونك ويفتونك. اسأل من تثق بعلمه أنه عنده علم، عنده تخصص، أن له دراية بما تسأل عنه. الأمر الثاني أن يكون عنده صدق، أن عنده من الدين ما يمنعه أن يتقول على الله بغير علم. تقول لا أعلم، كيف أعلم دينه؟ يظهر لك هذا من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصه على إقامة الفرائض، أنه بعيد عن الشهوات وبعيد عن الشبهات، وأنه حريص على إقامة الفرائض. أو إذا قلت أنا لا أعلم، إذن اسأل الذي يثق الناس بدينه، اسأل من يثق الناس بدينه وعلمه ويرجعون إليه وهو في مقام المفتي أو المسؤول. ولا تجتهد في دين الله جل وعلا بما لا تعلم. إياك رعاك الله أن تضيع حقوق الله أو تضيع الواجبات اجتهادا منك. فاسأل رعاك الله أهل العلم وتفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يستشير في شؤونه الاجتماعية، في أمور بيته، وهذا أمر مع الأسف كثير من الناس يبتعد عنه. يربي أبنائه بارتجال، يتعامل مع الزوجة بارتجال، فربما يخطئ، وربما هضم حقها، وربما أكل مالها، وربما منعها من بعض حقوقها، ومع الأسف يرى أنه محسن وأنه ما قصر وأنه فعل ما يجب عليه وأنه من أهل المعروف والإحسان، وهو مقصر في شرع الله جل وعلا. ولذلك رعاك الله استشر. أو بعض الزوجات العكس، تأتينا مثلا في المحكمة فتقول زوجي لا يعطيني معاش، وأنه لا ينفق علي، وأنه لا يصرف علي. هي تظن أنه يجب علي أن يعطيها نفقة شهرية. النفقة الشهرية الواجبة شرعا هي توفير السكن، المأكل، اللباس، التطبيب إن احتاجت، ولكن ليس أن يحول لها مبلغ شهري. فبعض الأخوات مع الأسف تظن أن غير توفير اللباس والسكن والطعام أنه لا بد أن يعطيها مبلغا شهريا خاصا لها تنفقه كيفما تشاء، وهو حق من حقوقها، وهذا غير صحيح. ليس لها حق في هذا نهائيا، لا شرعا ولا قانونا حتى ولا عرفا، ولكن قد يظن بعض الناس هذا الأمر فتظن أنه مقصر. جيد أن يعطي الزوج زوجة هذا الأمر، ولكن لتعلم الزوجة أن هذا على سبيل الإحسان، وهذا من حسن عشرته، هذا من تمام مروءته، لا أنه حق من حقوقها. فهذا ينبغي أن يعلم. كذلك يستشير الإنسان إذا وقع بين زوجه وبينه مشكلة، فبعضهم ما أن تحدث مشكلة هدد بالطلاق، ما أن تحدث مصيبة قال سأطلق. وليس الطلاق حل لكل المشكلات، بل ليس كل مشكلة تستحق أن يقف الإنسان معها. فبعض المشاكل الأصل الإعراض عنها، وبعض المشاكل لا بد من حوار لحلها، وبعض المشاكل تحتاج إلى تدخل طرف ثالث كالأب أو الأم، أو أن يكون هناك طرف محايد لأن يحل هذه المشكلة. إن تصور الأمور على أنها قالب واحد وأن حلها بطريقة واحدة غير صحيح، وهذا تعرفه رعاك الله من خلال الاستشارة، أنك تشاور أهل الاختصاص فيفيدونك أن هذه المشكلة تحل أو أن هذه المشكلة ليس لها حل. وإذا كان ليس لها حل، أنت بين خيارين، إما أن تتعايش معها وتألفها، أو أنك تفارق، كما قال الله عز وجل إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. ينبغي للإنسان أن يستشير في هذا الأمر. بعض الناس نجد حتى على مستوى بناء البيت والعقار، يبني البيت ثم يتوقف سنوات، مرة يقول البيت صغير وأنا أحتاج غرف ولعلي قصرت، وغدا يكبر الأبناء وكل منهم يحتاج إلى بيت، فيزداد دور أول وثاني أو ثالث، وربما بنى ملحق خارجي وأعلى السطح. ثم إذا بنى قال سيكبر الأبناء ويخرج منهم كل منهم إلى بيت، فما حاجتي بهذه الغرف؟ وكل هذا ارتجالا منه. ولو ذهب إلى أهل الاختصاص
لو ذهب إلى أهل الرأي ممن سبقه بالعمر والتجربة فقال أنا في هذا العمر وعندي هذا العدد من الأبناء وهذه الالتزامات، أنا أحب المجلس أو لا أحبه، أريد بركة وأريد صالة رياضية أو لا أحتاج، طبيعة نشاطي، فيشير عليك أهل الرأي أن هذا ما ستحتاجه من الغرف، هذا ما تحتاجه من البناء، ثم تبين وضعك المادي، فلا تقع أنت في هذه المشكلة. البيت الصغير أو البيت الكبير، الإنسان العاقل يا إخوة يستشير. كم من المشاريع فشلت بسبب عدم الاستشارة، بيوت توقفت، البناء استمر سنتين وثلاث وأربع، بعضها يصل إلى 7 و10 سنوات لأن الزوج لم يستشر في إعداد هذه الخريطة، في التصاميم وفي البناء وفي التأثيث، فربما كلف نفسه فوق طاقته أو جعل المساحات فوق حاجته، فلو استشار لتخلص من هذا المأزق ولنزل البيت وسكن فيه براحة وبسعادة، لأنه رجع إلى أهل الاختصاص. كم من المشكلات الأسرية والزوجية لن تصل إلى عتبة الباب لأن الزوج كان حاذقاً وكان ذكياً، قام باتصال وبسؤال فقيل له اعمل كذا وكذا، فذهب إلى أهل الاختصاص ممن يوصف بالدين وبالعلم وبالتخصص ويعلم شخصية هذا الزوج وحاله، لأن النصيحة ليست واحدة. أذكر مرة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفقه الله كان يتكلم عن رجل يشتكي من زوجته أنها تضربه وأنها تمد يدها عليه وأن هذا الزوج يختبئ تحت السرير حتى لا تضربه الزوجة، فما هي المشورة التي تقدم له؟ تخيل زوج تضرب زوجته ويشرد عنها تحت السرير، ما الذي يقال له؟ ربما تقول في نفسك يا أخي طلقها على طول، تقول يا شيخ هذه ما تحتاج استشارة، تقول يا أخي هذا أمر واضح خليه يطلق. أقول لك تبصر معي وتأمل الحال، هذا الرجل الذي نتحدث عنه صبر على هذا الحال الذي أنت ترى أنه لا يصبر عليه وأنه لا يطاق، ثم هذا الرجل كان عنده من الوقت والبرود أنه يسأل الشيخ، فإنسان بهذا البرود ولا يوجد عنده حرارة ولا الشجاعة على اتخاذ قرار الطلاق، هل يعان عليه أم يقال له اصبر فإن كل النساء هكذا، أو لا عليك أنت ربما لو ضربتها لكسرت ضلعها فتصبر وما أنت عليه خير، ولكن حاول أن تفعل كذا وكذا. إن الإنسان البصير يعلم من هو أمامه، ولذلك ابن عباس إن صحت الرواية جاءه رجل فقال هل للقاتل توبة؟ قال لا، وجاء آخر فقال هل للقاتل توبة؟ قال له نعم. ابن عباس ترجمان القرآن المحيط، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد له الأربعة الذي كان يأتيه الفقهاء ويأخذون من علمه، والأدباء ويأخذون من أدبه، وأهل التاريخ ويأخذون من سيرته وأخباره، وأهل الفقه. ابن عباس أكرمه الله جل وعلا بالعلم، لما يقول لأحدهم لا توبة لك ولما يقول للآخر نعم؟ رأى ابن عباس أن في عين السائل أنه يريد أن يقتل، أنه سيقدم على هذا الفعل لو علم أن له مخرجا. وانتبه رعاك الله من الدم، ابن عباس نفسه يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الإنسان في سعة، إذا ما ذبح، هذه نصيحة للشباب الذي يقود السيارة، انتبه رعاك الله من السرعة، انتبه من التهور، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. سرعة، قيادة متهورة، لحظة طائشة تزهق روح، ييتم أبناء، ترمل زوجة، يفقد ربما الابن الوحيد أو الابن الذي يعول الأسرة أو الشخص الذي يعتمد عليه قومه وأهل بيته بسبب لحظة طائشة منك، بسبب التفاته لجوالك، بسبب عدم تقدير للسرعة، عدم تقدير لمنعطف، عدم تقدير لخطورة هذه السرعة. انتبه رعاك الله، هذه والله نصيحة غالية، لو حدث هذا الأمر تندم عليه طيلة حياتك، وستتذكره في صيامك وفي قيامك وفي عمرتك وفي زواجك وفي أبنائك وفي صدقتك وزكاتك، وسيكون هم يصاحبك الليل والنهار، فإياك ثم إياك ثم إياك التهور في هذه الأمور والإقدام على خطوات ربما تزهق روح. بعضهم ربما يمزح مع صاحبه يدفعه في البحر أو في السيارة
أو ربما أثناء الرمي أو القنص ويحدث ما لا يحمد عقباه، فانتبه لهذا الأمر. ها هو ابن عباس يتغير كلامه مع شخص رأى أنه سيقدم وآخر رأى أنه قد وقع وأنه يريد التوبة. وأنتم تعلمون أن المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فمن تمام النصح ومن تمام الصدق أن الإنسان يصدق إذا طلبت منه استشارة ويقدم النصيحة. وعندنا في كتاب الله جل وعلا سورة تسمى الشورى، والله جل وعلا قال وشاورهم في الأمر. فهذه قاعدة ينبغي أن نبني عليها حياتنا وأن نكون قدوة فيها، نستشير لنعلم الأبناء الاستشارة حتى لا يندموا، ثم نلتزم بآداب هذه الاستشارة من الستر ومن حسن الإصغاء ومن تقديم ما يناسب الطرف الذي أمامنا وعدم الغش في النصيحة أو تقديم الاستشارة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا وإياكم دائما موفقين مسددين. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.